كبسها، لكن فحل الفنون هو العائل يعمل العملة اللي عملها دي. دفاع جميل. كلام ده تبي تقوليه في المحكمة؟ أنا عارفة إن أسمك غضبان عليك، لكن ارحمني أنا، ارحم ضنايا اللي لسه ما شافش الدنيا. أنتوا مجرمين زي بعض. أنتوا اتلميتوا على بعض من شوية؟ اتحققت كده وأكثر من كده. حقيقي هو غلطان، لكن المسامح كريم، ويا بخت من قدر وعرف. أبوس رجليك يا سعادة البيت، كلمة واحدة منك تفتح في وشه أبواب الجنة. نسيت إنك عذبت إنسان بريء وقضيت على مستقبله وحياته. نسيت إنك جنيت على ابن أخوك وخليته يتجوزني وأنت متأكد إني ما بحبوش. ويا ريت جريمتك اتسندت على كده. خلتني اتهمت إنسان بريء بالكذب والغش. والمؤلم إن أبويا هو اللي طلع كذاب وغشاش. أمار، طول عمرك مناخيرك في السماء. العيلة وكرامة العيلة، المركز والجاه، مالهم الممثلين؟ مستعر منهم ليه؟ وأكد لك إن أقل واحد فيهم أشرف منك يا تعبت الباشا يا محترم. تعالي هنا، ارحب بيهم. ده أجمل حتة خلقها ربنا. دي الحتة اللي حبيناها سوا. اتفسحنا فيها سوا. ارمي الورده في الميه وافتكريني. ده معاك يا فضل، هكون مستنياكي. زمان كنت بتمنى الموت، لكن دلوقتي حياتي بقت غالية عليا. احمد قولي الحقيقه، ما تخبيش عليا حاجه. ابدا انت مش عيانه بالمرض اللي انت بتفكري فيه. ابدا. صحيح، كلها يوم يومين جمعه بالكتير، وصحتك هتبقى اعلى. هتقعدي هنا في اوضتي عشان تبقي دايما جنبي وما تغيبيش عني لحظه. انت نسيتي اللي قلناه الصبح، البيت الصغير والاولاد، وهفضل احبك لغايه ما تبقي عجوزه وكركوبه. انت فاهم اللي كان بينا كان جد؟ انا كنت بتسلى، وكان لازم تفهم ان في فارق كبير قوي بينا واننا ما نصلحش لبعض. انا متاسف، الظاهر كنت فاهم غلط. مفيش داعي للاسف. مع السلامة. وين هنادي يما؟ وين هنادي يما؟ هذا أمر الله يا بنتي. أمر الله ولا أمر خالي يما؟ قتلتيها معه، قتلتوها أنتوا الاثنين. لا لا يا أم، لا تقولي كده. لا تلمسيني. أم داعي عليك يما، تتعذبي أكثر وأكثر. ربنا يتقم منك انت وخالي واشوف فيكم يوم. وبعد هالك وين هنادي يا خال؟ هنادي راحت في الوباء، وانت تعلمي هذا. داري ايديك يا خال، دم هنادي بينقط منهم. قلت لك هنادي راحت في الوباء. رحت اجيب هدومي من عند خالتي زنوب. مالكيش اسمك في الحاجه الحلوه اللي جابها لك. والنبي ايه؟ صحيح جبت لي حاجه. ايه رايك في الكردان ده؟ ده ليا يعني؟ لا ليانش. النبي ما تتمهجقش بيا يا سيدي، احسن اني بسد. طب خدي البس. عشت وشفت القشرات ده؟ ده دهب 21. والنبي ده انت حنين يا سيدي، انا ما كنتش فاكراك كده. كمان نوريك تلبس ازاي. ربنا ما يحرمنيش منك، انا ما كنتش احلى ملبس ذهب ولا في المنام. انا اسف. طالع ولا نازل؟ لا طالع ولا نازل، انا خارج هنا في الدور ده. مش ده الدور الرابع؟ ايوه يا فندم. في حاجه يا فندم؟ من فضلك، شقه محمود سليمان فين؟ محمود هنا. انت حسين؟ وانت ليلى. لكن عرفت ازاي؟ وانت عرفت ازاي؟ انا محمود كلمني كتير عنك. وكلمني كتير قوي عنك. يبقى احنا اصحاب وبنعرف بعض من قبل حتى ما نتقابل. مش المعجبين اللي مروا في حياتي. انا كنت قلت لك ان عقلي مش طبعك، لكن رجعت ونكشت في الدفتر عشان خاطرك. هو فيه كمان غير الطيار والمهندس ومدرب السباحة واخينا اللي نط 27 متر في الهواء؟ مش كتير. مجموع اللي شغلتهم وشغلوني 17 بس. انا متاكده ان عقلك كبير وهتقدر صراحتي، بس يا ترى بقى هتتضايق لو اقول لك انك ما كنتش المطرب الوحيد؟ ايه؟
في مغني طلياني السنة اللي فاتت أثر قوي في حياتي. صوتك بيشبه لصوته بالظبط، وده اللي خلاني أتعلق بيك. أنت زعيم؟ أحطه كده دايما يا رجالة، تقولوا إنكم تحبوا الصراحة بالكلام ده. الفني الأول في مصر، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org